اكلوا تيجا واش قلنا مبروك عليكم واش قلنا تحيه الجزائر واش قلنا خويا اليوم مقابله يعني تقييمك للمقابله والله كنا شنو حاجه مليحه مي على بالي الله بلجيك ماشي سالين مي رفزوا اللعب حتى ولا رفزوا اللعب ماكوش يلعب ماتوا على خاطرك شفت 5 دقائق بقى ولا زاد 4 دقائق طول ما درناش ما ماتش تاع فيت خاصنا حاصل يكون لعب وشونجمون ماشي في بوستو واش رايك في واش رايك في الكارديا كيف كان خرج شويه في الدوزيام بيت خرج شويه خرج خرج رمي بيت كان حلش صلوجي بصح خرج شويه في الدوزيام ميتر لا بولهي ما عندوش عذر بولهي كان شوب عاود شوف المقابله حليش كصلوجي حليش كصلوجي دار ديك الاولى وزو الدوزيام بتاعهم كان كورنال طب حليش كصلوجي عرفت شوف تعاود شوف الماتش خلع وخرج والله يبارك طويل وحنا غير لي بالون دوك 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 ما قدرناش معليش هذو راه باشيك وحنا الجزائر حليش كصلوجي كلخونا بواحد شونجمون اللي داروا لا يعني عزة وشرف وكذا هما يعني يعطيهم دراهم وكل قلبه كل والو ماشينا لي بوزيكل ماشينا شارجي لي باتري واش حاب يقولهم يعني مازال مازالو دو ماتش خويا فريد الى دو ماتش الى داروا لعبوا قلب ماشي تاكتيك لازم قلب يلعب قلب و كنا رابحين هادي هي ماشي لي الماتش ما داك السيف بلاو كاع جو على طنكوها جو على بالو بالون هو يجي له ماشي بالون هو يجي له هو يروح البالون هو حاوس يفهم ماشي وما ممكن يخسر تولي اكسبيريونس ليه يعني احنا ما لحقناش مع اللعب ومع مع ناس يعني يلعبوا في كروز ايكيب وكذا يعني باش تلحق تا بروفيسيونال لازم دير قلب باش تلحق بروفيسيونال ما تسناش تا بالون هو يجي لك ولا لا فيكتوار يعني الربح كاع تربح زهر ما كاش زهر يعني قلب هذا واش عقول واش عقول تك ساعه فريد ماشي دراهم اللي حل يعني ما دراهم اللي يربحوا كل ماتش ماشي دراهم هذا الكلب هذا ساعه فريد ساعه نحبوا نحبوا الجزائر ولا الجزائر وفي لاجيري وتحيا الشهداء وربي يرحم الشهداء ان شاء الله ربي يرحمهم وتادي ما في دمنا وقلبنا وانتو تري في فالجيري خويا تحموم نعم المقابلة كانت في الشوط الأول الفريق الجزائري كان يعني يدافع ويخاصم عندما سجلوا الهدف الأول الفريق الجزائري بلجيكا معروفة يعني ما تمشي للمستوى رقم 10 إلى مستوى 0 ما شفنا حتى يعني حركة في
يعني كما نقولوا كفرو ولا كورنان كانوا يلعبوا في 18 تاع الجزائر كانهم عندهم سبيس فهمت مش من حتى شيء يعني حتى شيء 11 لاعب ما تقول هذا يلعب في طنهام ولا هذا يلعب في فالنسيا ولا يلعب في 11 ملعب والله ما كان حتى شيء هذاك الهدف الاول تاع بيناتي الله سبحانه وعز وجل عطانا هذاك الهدف ما كان والو يعني مستوى ضعيف جدا اذا لعبنا هكذا مع مازال قدام مازال مع روس هكذا جنوب كوريا الجنوبيه والاتحاد السوفيتي ليسن ابي اون في مصالح مع الشعب الجزائري كله يا احنا الكره الجزائريه 1983 رابح الصاله عصاد وماجر هادو ما نقولوش انا ديزي ميدري وعنصريه والله ما شفنا حتى حركه ما شفنا حتى يعني حتى معنويات يعني كما قال الاخ فريد يلعبوا قلب فهمت هادو كلهم زي ميدري يلعبوا عدران ما لبنهمش كاع قولوا سعدان قعدان يا اخي هذا مدرب يوقف ما عندنا لا بون سونتر لي لي غوش لي لي دروا سونترال ما عندنا لو ستوبر شوف البلجيكا يديروا اكسيون في 18 روتري طب الداخل والحارس كان يعني ما شاء الله مان اوف ذا ماتش هذا حارس المرمى ما دار حتى غلطه يعني ما عندناش لا ديفونس يا داروا اكسيون شافوا يعني ثغره وشافوا يعني نقطه ضعف في الفريق الجزائري ياخذوها من 18 تاع بلجيكا حتى 18 تاع الفريق الجزائري يديروا اكسيون نعم يراوغوا واحد اثنين يدير باس الداخل شافوا نقطه الضعف في الشعب الجزائري في المنتخب الجزائري الشوط الاول دخلوا الجزائر ب 20 دقيقة كانوا يلعبوا يعني صح يعني يلعبوا كرة جميلة ومنسقة كانوا يلعبوا ولكن بلجيكا خلوهم يلعبوا ثم رأوا نقطة الضعف يعطيك الصحة الشوط الثاني تغيرت الخطة ما شفنا حتى يعني حتى انا بالانجليزية بالعربية حتى اكسيون داروها الفريق الجزائري اذا ما كانش هذا ضربة الجزاء ربما كان تخلص المقابلة بخمسة صفر صح يا جحمة نعم صح وان شاء الله نقول المدرب هذا ما تقول لا بالطالب ولا فغالي 11 من الملعب يعني نشوفوا ولا لعبوا هكذا مع الروس مع الرشا والله حتكون نتيجة اثقل واثقل 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 بعشر اهداف يعطيك صحة يا جحمة شكرا خونا السلام عليكم واش رايك في تقييمك للمقابلة؟ اش نقول لك يا خويا دوزيام يطول الماتش لعب دوزيام بين الشوطين هذا كان الكوتش كان قاضي يهضر هما هذاك هو دخلوا هما دخلوا الفريق الثاني حنا ما درنا والو 90 دقيقة اكسيون ما درنا لا 90 دقيقة اكسيون ما درنا بصح حنا رايح هكذا كل خطرة المهم المشاركة رايح هكذا كوب دي مود بتجيك كوب دافري هذه المقابلة الأولى إن شاء الله ميم لي شونجمون اللي داروهم عيانين ما كانوش لي شونجمون هذاك حنا هكذا دخلنا نخرج اسمه سليماني اش دخلوا يداري مهدي مصطفى هذاك ما كانش سليماني ما كانش مهدي مصطفى هذاك يلا خلط ميم ليفيكتيف اللي داها هذه اللي لعبت كاع في ليفان طوا فيها بزاف ناقصين دي جوا كانوا قادرين يروحوا كانوا دي جوا مليح في الجزائر كان بالعمري هذاك يا دروا كان قادر يداو جان تاكتيك كيما قال هذه هي اخو كان قادرين مازال دي شونس مازال دي ماتش ان شاء الله يسي يبدل الفريق ان شاء الله نديروا حاجه ان شاء الله نلعبوا مليح صح ماشي هذيك الخطا المهم المشاركه هذيك اللي عينا منها يا هذا ما كان ان شاء الله الدراهم دركا الدراهم هذه هي مشجعين دو 5000 مشجع جزائري كيفاش راحوا ما عرفناش كيفاش الله ان شاء الله المره الجايه راح يقول بوليتيك كما قال ان شاء الله خويا يعطيك الصحه ان شاء الله يا خويا ان شاء الله فيها خير ان شاء الله ان شاء الله صحيح طيب سويت بلادي السلام عليكم السلام ورحمه واش نقول لك المقابله تاع اليوم انا عندي مقابله ضعيفه المستوى وبان علاش ضعيف المستوى لاخاطر شغل البالون شغل باين بداو شغل الفريق الجزائري بدا شغل المقابله ملي بدات هما يدافعوا الدفاع 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 بصح حنا البالون باين خويا العز حنا شعب نعرفوا كرة القدم دوك تقعد تدافع تدافع امبوسيبل تشد 90 دقيقة تسمى البيت اوفيسيال تسنى بصح شنو حنا ما شفناش اللمسة الجزائرية تسمى الطاس تاع الكرة دوك كيما نقول لك نفهموا حاجة البوسنة ولا ورابر ولا تسمى أي فريق عنده الطاش تاعو حنا ما شفناش الطاش تاع الجزائر فاهم خو دوك حنا قاعدين نشوفوا بالون اللي كيما نقول لك لي بال هكذا في السماء ما كاش كاع ما كاش تريا وقال ما داروش باسا طروا ما كاش خو فهمتني واش حبيت نقول لك خويا العزيز حنا واش حبينا نفهموا لك شغل فارغ يلعبوا شغل بروفيسيونال دوك انت رابح 1-0 راك تدافع على بالك باللي انت امبوسيبل تشد 90 دقيقه وانت تدافع الطليان وما يقدروش يشدوا 90 دقيقه اوتوماتيكمون لازم دير كيما نقول لك شونجمون
ديك شغل التدبير كيما نقول ما على باليش انا دي شونج مو ديك راه مدرب يعرف لي جوار اللي عنده بالفارغ فاهم مدربهم ولعبت لعبت دوك انا دوك انا دخل لي انايا دوك كيما نقول لك الاحسن الاحسن الجوار ما تسناش من عنده دوك انا كان يدخل لي جابو نسنا من عنده يراوغ مدافع اليميني كالجوار يدخل بها ولا ما على باليش دخل لي الاحسن سليماني اللي ما يقدروش يديروا على حساب الكره القدم لازم واحد يلحق لهم فهمتني يا خويا سمحنا واش حبيت نقول لك الفريق الوطني واش نقول لك خويا العزيز شغل يلعبوا اليوم شغل مقابله شغل ماركاو بيت عن طريق الحظ اسمح لي عن طريق الحظ المهم المشاركه احنا لعبنا فهمتني ماشي قضية المهم المشاركه البالون باين عندنا لاعبين عندنا لاعبين يقدروا يصنعوا الفارق اللي بهم ابراهيم اللي هما جابوا يا خويا دخل لي لهاد اللاعبين هادو ما يصنعوا الفارق خويا العزيز ولازم تكون اسمح لي نقول لك لهجه اخرى شحال هذا المنتخب هذا غطينا معنا 3 سنين اما 3 سنين ما عندوش اونس فيكس ما عندوش مازال ما ضبوش خداش فيكس لان اللاعبين ما يلعبوش في الجزائر اه كل واحد يلعب انت 3 سنين هو في ليكيب 8 هكاك فيكس باين ما عندناش حنا كل خطايا تبدل وانا 12 راني هنا شوف لعبنا كاليفيكاسيون باش زعما موش بعدا باش كون ندير داك ديال اليوم بولي ايا ضوا شكون كان يلعب ابو كري خطا كاتامو اليوم مهدي مصطفى ما كاش ونطري اللي ما كاينش فيكس ما درنا والو كيما نقول لك كانت باينه كيما شي حاجه الفريق الجزائري الوطني لعب ديما تشاميكو لعب جابو لي دار مباراه شغل ممتازه فاهم ما فهمتش علاش ما دخلوش انايا دوك محرز يقول لك جابو زعما قصير من كونديسيون هو محرز على كونديسيون محرز تانيك ما فيه والو فاهم خو مع كل احترامات الى هذا اللاعب شنو جابو الشعب الجزائري شاف كاع مختار اخصائيين قال بلاد اللاعب هذا يكون في مهارات كما نقول لك مليحه دخلوا يدوني خو يقدر يليميني جوار يقدر يدير كيش عارف يقدر يعاون المهاجم حنا دوكا اليوم المهاجمين ما كانش يكون يعاونهم بالطالب ديفونسيف الطايطر هذا الديفونسيف ما كانش يطلع بالون للهجوم ما شفناهش بالون يلعبوا غير اللور كاش غير يلعبوا تكتيك ولا مع على باليش بارك الله فيك وفيك بارك الله فيك ونتمناو التوفيق للفريق الوطني كما نقول لك قبل الموعد القادم ان شاء الله بارك الله فيك سماك وحاوز لونترينور خلي ليكيب ناسيونال بلا لونترينور صافا هاي حاوزوا باش هذا هو اللعب تاع ليكيب ناسيونال شوف فيه الحل نتايا حل 100% يعطيك الصحة المقابلة كانت شوية على كل حال حنا ماشي موالفينش نلعبوا في ديفونس بزاف وألاكي كيما يقولوا لعبوا جهدوا داروا اللي عليهم على كل حال والله كنا نسناو ما خير على كل حال منهم وبلجيكا نعرفوا ليكيبا كيما يقولوا ماهيش سهلة ومازال ديو ماتش إن شاء الله مع راشيا والساوت كوريا هذوك نزيد نشوف لاجيري لو فيزاج تاع لاجيري لو بلو بو فيزاج ان شاء الله تصور خويا صالح يعطيك الصحة صحيح يا خوتي هذه النتيجة هذه ما راهيش نتيجة نهائية بدو تاع اللي خسروا بها خوتنا في البريزيل انا نتمنى لهم ان شاء الله مشوار طويل وما سهل على كل حال هذا تشانسز باش يعاودوا يبوف سو غاتخابي فاسيلمون انا نقول اسبانيا وخسرت 5 حنا خسرنا زوج ان شاء الله نربحو ان شاء الله نربحو ان شاء الله نربحو خاوتي يفو با سو ديزيسبيري يفو اتر بوزيتيف اوبتيميست وتحيه الجزائر 1 2 3 في بالاتي يا سي يا سي لا سي اسكا السلام عليكم بون كل كامل ليكيب ناسيونال بلجيكا ما يستاهل تسمى النتيجه تاع 1-2 يعني حاجه عاديه ومازال ان شاء الله مع روسيا ان شاء الله مع كوريا ان شاء الله ان شاء الله تكاليفاو يعني ماشي زعما كي خسرنا في الماتش هذا يعني دي موراليزاو كامل لا بالك دوكا يصلحوا لي فور ديالهم وان شاء الله يجيبوها ان شاء الله ديك صحه صالح نحكي مع المقابله تاع اليوم تاع الفريق الوطني بداو بالشوط الاول بداو كيما نقولوا كانوا في المستوى سجلوا الهدف الاول بعد الهدف تراجع الفريق الى الوراء كلف الفريق هدف تعادل وبعد هدف الانتصار وهذا واش راح نقول نتمنى يتفاداو الاخطاء ان شاء الله في المقابلتين القادمتين يرجع ان شاء الله ويربحوا هذا واش راح نقول يعطيك الصحه خويا هي ان شاء الله نربحوا ونتمنوا نربحوا الخطره الجايه داري مد فرصه لديرو بلاصون ارواح صفرنا راح ندير تكنيك جديد ماذا بينا نربحو ان شاء الله نلعبوش عاد نيت ماذا بينا نربحو ان شاء الله نربحو مع لاكوري ونديرو ريزولتا ونطلعو ان شاء الله تسير الدور هذا
هو لعب تكتيك، لعب بلوك، شغل هكا لا غالب رجعوا في السكور ربحونا ما عليه. باش لا بلجيك عندهم ايكيب كبيرة وحنا هاك تعرف احنا من 86 ما ماركيناش بيت في لاكوب دي موند، اليوم دخلنا ماركينا ورجعنا لورا لعبنا بلوك معليش هذه هو الفوتبول. رجعوا في السكور بصحة يعطيكم الصحة. الله يريك في الماتش الجاي. ان شاء الله. ديما لالجيري. ان شاء الله ان شاء الله. يعطيكم الصحة الشباب. السلام عليكم. ربي يحفظكم ان شاء الله. صحيتو. Algeria, we tried our best and Belgium is a hard team but we are going to do it ان شاء الله. Algeria, 1-2-3, viva l'Algérie. Salah aussi. 1-2-3, viva l'Algérie. ان شاء الله الماتش الجاي نربحوا ان شاء الله. ان شاء الله نربحوا كاع لي ماتش دوكا هذه خالد وسوجا. ان شاء الله الماتش الجاي بي صالح مع الروس ان شاء الله. معليش مهم المشاركة معليش. ان شاء الله بي صالح يسهلونا الماتش الجاي باذن الله ان شاء الله ونربحوا. خويا علي لازم 1-2-3 فيفا لاجيري 1-2-3 فيفا لاجيري 1-2-3 فيفا لاجيري 1-2-3 اليوم لعبنا مع بلجيكا ومعليش خسرنا ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله مع كوريا والروس ان شاء الله نديروا ماتش باب هذا ما كان خويا. السلام عليكم عمي صالح. أودي لعبنا اليوم معليش مهم مشاركة خسرنا وإن شاء الله لي ماتش جاي نديرو حاجة بربي إن شاء الله عمي صالح. صحيتو. السلام عليكم عمي صالح. وش حابين نقول لك؟ لعبنا مليح اليوم ما لقيتو ما خسرنا معليش معليش مازال تو جيمز كيما يقول لك وشفنا مع خاوتنا السيارة في اليوم ونورمال كاع خاوة خاوة في الغرفة. 1-2-3 فيفا لاجيري 1-2-3 فيفا لاجيري عيا توتري عيا عيا في بالانجيري صالح ما تلومهم شام مساكن في بالانجيري 1-2-3 في بالانجيري 1-2-3